كان يعني اللي وقع يسر الله، كان كنت غادي نمشي بالليل، فاش حنا الشتا قررنا ما نمشيوش بالليل حتى الصباح. الصباح كنا غادي نخرجوا بكري، في الوقت اللي وقعت فيه المشاكل الاخرين تعطلنا ما مشيناش. فاش وصلنا لبويزاكان كان خمسه ديال السيارات امامنا واقفين، وديك الساعه الدرك قال لي راه الطريق مغلوقه بلا ما فعلا. هذاك الشيء اللي درنا، اللي كانوا سابقين مساكن ماتوا هادو الطاكسيات، واحد اللي طوا طاكسي. اول شيء بعدا باش نحطك الصوره، درت واحد زياره لعين المكان فين ماتوا الناس وفين كاينه العمليات ديال الانقاذ، وشفت الناس. مشيت وقفت. دابا كاين البلاصه فين كانت العمليه المعاينه ديال الانقاذ ديال الجثث. فاش مشيت لقيت يلاه ديك الساعه كانوا اربعه الجثث، خمسه اللي تعتقوا ومازال عشره في طور البحث. وبقيت سمعوا الناس والشباب، وكانت واحد الحاله فاجعه، يعني كنا اذاء فاجعه حقيقيه ومؤلمه جدا فوق ما يتصور، لان هذيك عائله كبيره زرتهم من بعد في البيت. وانت كتشوف خاصه فاش التقيت مع الاب، الابنه ديالو الصغيره جابوها، ولكن الزوجه ديالو مازال ما، وهي عائله. اي كنت من حزب العداله والتنميه، مشيت لعنده هو الاخر. مؤلم جدا جدا جدا، واحد نينجا. اذا مشيت شت الناس، فاش في عين المكان اتصلت بوزاره الصحه على ود يعني في الادويه، حيت الاستثمارات اللي كانت دارت الحكومه انها دارت لي زي كوبتان. فاش اتصلت به قال لي نظرا لسوء الاحوال الجويه من البارح تمنع التنقل ديال لي زيليكوبتر. من بعد وحده تحركات استعملت، ها واحد دونك هذه القضيه استثمار اكثر. الثانيه القضيه ديال فك العزله، البرامج ديال فك العزله على مستوى ديال الطرق القرويه والتحصينات ديالها والاستثمارات ديالها. يعني انا هذيك الطريق اللي كنت واقف فيها هي هما جوج اللي انا شفتهم. ثالثة ما مشيتش، ما وصلتش هنا للدار، قالوا لي يعني منعوا المرور فيها. ويبدو حتى هذوك الناس اللي غرقوا كانوا حضروهم، قال لهم راه ما خصكمش تدوزوا في هذيك الطريق اللي كتكون مؤدية قبل ما كتوصل ليها، ديروا باراج. واللي جا كيوقفوه وكيستاسيوني عليا. دابا انا فاش وصلت لقيت ديجا شي 8 ديال السيارات ستاسيوناو عليا قبل ما نكون جاي انا. لقيت هذوك السيارات وقفوهم قبل ما نجي انا. اي واحد وصل هذاك وعاد من بعد لقيت شنو نقول لك شي 20 حافله شدوهم في واحد المحطه ديال الاستراحه ووقفوهم تما منعوا يتحركوا. دابا نعطيك مثال، وزاره النقل عندنا تعلمنا 13 الطريق مغلقه. هذا الشيء باش نعطيك واحد المثال، هذه انا وقفت عليها في عمليه ديال الرصد، كانت الطريق مغلقه، هذا مفتوحه. دازت شي شويه لاحظوا ان المنسوب ديال المياه ارتفع، عملوا الاغلاق ديالها.